أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني. على الرغم من مرور 8 أشهر تقريبا على إجراء الانتخابات في العراق، إلا أن المشهد السياسي يزداد تعقيدا في ظل إخفاق الكتل السياسية في التوصل إلى تفاهمات حول تشكيل الحكومة القادمة. التفاؤل الذي وضعه بعضهم على هذه الانتخابات سرعان ما تلاشى وتبخر بعد أن دخلت القوى السياسية في صراعات حول أحقية هذا التكتل أو ذاك في تشكيل الحكومة، وظل السجال والمشاحنات وتبادل الاتهامات مسيطرا على المشهد السياسي على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وترجم ذلك بفشل هذه القوة في إيجاد صيغة تمكنهم من تشكيل الحكومة، إلى أن جاء التيار الصدري ليفجر قنبلته السياسية في هذا المشهد. نستمع إلى مقال للكاتبة ثائرة أكرم العقيدي حول الأزمة السياسية في العراق. وإذا ما نجحت قوى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة بعيداً عن التيار الصدري، فسنكون أمام أضعف النسخ الوزارية التي حكمت العراق منذ عام 2006، كونها فاقدة الانتماء لأحداث تشرين عام 2019 الاحتجاجية، وأن من بين الخطط المرصودة كما يشير البعض هو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة. لكن هذه الخطة باتت الآن محل إعادة نظر، حيث أن زعيم تحالف السيادة لن يكون متحمساً للسير بها في غياب ضمانات بتعزيز مكاسبه أو الحفاظ على النتائج التي حققها في انتخابات أكتوبر الأخيرة، وفيما يتعلق بإمكانية أن تصدر طهران رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي كواجهة جديدة لنفوذها في العراق. فهناك من يعتقد أن إيران كانت تساند الدفع باسم المالكي قبيل الانتخابات وتصدره كبديل عن قادة الأطراف السياسية ذات الأجنحة المسلحة كهادي العامري وقيس الخزعلي بعد خسارة أسهمهم بشكل كبير بعد حكومتي عبد المهدي والكاظمي والمجازر التي حصلت بحق المحتجين والناشطين العراقيين. وعلى الرغم من استبعاد إمكانية وصول المالكي إلى رئاسة الوزراء من جديد، إلا أن الأخير يمثل ورقة ضغط يمكن لطهران أن تلعبها في وجه التيار الصدري والقوى الجديدة. ثم إن التحولات الكبيرة التي طرأت على البيئة العراقية والفاعلين الخارجيين صعبت احتمال العودة للاحتكام إلى السلاح لحسم المشهد السياسي في العراق. ويبدو أن تهديدات القوى المسلحة الموالية لإيران تندرج ضمن محاولات إحداث سداد سياسي كبير والتلويح بتهديد السلم الأهلي، إلا أن كل التحركات تهدف إلى تصفير معادلة الأرقام والعودة إلى سيناريو التوافق والبيوتات الطائفية. بغداد الملحمة المجيدة في أرض العراق وأسطورة السحر والجمال على مر التاريخ. بغداد التي عرفت بأكثر المدن شهرة في العالم القديم والحديث بعظمتها، بغداد التي أهلها التي يحتضنها نهر دجلة والفرات وتزينها بساتين النخيل وضفاف أبو نواس وحكايات ألف ليلة وليلة والبساط، بغداد التي كانت على الدوام عاصمة العراق ودرته وكانت موضع اهتمام الحكام على اختلاف مشاربهم. يقول الكاتب أدهم إبراهيم إن بغداد المدينة الجميلة الوادعة مدينة السلام يتم تشويهها وتغيير معالمها لطمس هويتها ومجدها عن جهل أحياناً وعن قصد أحياناً كثيرة من قبل الطارئين عليها. بغداد حاضرة العالم العربي الإسلامي، المدينة التي كانت مثالاً للتمدن والثقافة والتماهي بين العمران والإنسان، وكانت قدوة للدول المجاورة وذات صيت عالمي كبير. كيف آل مصيرها إلى مثل هذا المستوى المتدني حتى صارت في الدرك الأسفل من دول العالم؟ تم بناء النسيج الحضاري المعاصر لمدينة بغداد خلال القرن العشرين على وفق معايير اجتماعية وثقافية رصينة جسدت القيم الفكرية والجمالية لهذه المدينة العريقة. ويعود الفضل لهذا البناء الحضاري الثقافي لمدينة بغداد إلى أهلها من ذوي الطبقة المتوسطة ذات القيم الفكرية والأخلاقية العالية،
وهذه الطبقة تتوسط بين الأغنياء والفقراء، وتضم فئات الموظفين والمعلمين والضباط والأطباء والمهندسين والمحامين والأدباء والفنانين وصغار التجار والصناعيين وغيرهم ممن لديهم موارد ثابتة أو كافية للعيش بكرامة، وهم من غير المحتاجين أو المعوزين، ولا يطمحون بالغنى الفاحش لكونهم قانعون ومتدينون دون غلو لإيمانهم بالله. الطبقة المتوسطة هذه حافظت على سمات بغداد الأساسية رغم اختلاف أنظمة الحكم المتعاقب عليها. اليوم وبعد 19 عاما من الغزو الأمريكي الغادر لها، أصبحت مدينة بغداد تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وعانت من الفساد والإهمال، حتى صنفت من قبل منظمة الشفافية الدولية على أنها من بين أكثر المدن فسادا في العالم، فأصبحت تفتقر إلى الماء الصالح للشرب وإلى الكهرباء عصب الحياة، إضافة إلى النقص الخطير في عدد المدارس والمدرسين والافتقار إلى الرعاية الصحية والخدمية، مع انتشار العشوائيات وفوضى الطرق ومستلزماتها والإخلال بالنظام العام دون حسيب أو رقيب. يقول الكاتب أدهم إبراهيم: كان الافتقار للأمن والأمان السبب الرئيس لهجرة الكثير من سكانها الأصليين، فأصبحت مرتعاً للمافيات وتجار المخدرات، وزحف عليها عشرات الآلاف من المناطق الريفية والبدوية، وهكذا تم تزييف وزحفت البداوة إليها، فانتشرت العادات القبلية والعشائرية البعيدة عن التمدن فيها، وانحسرت كل مظاهر الحضارة والرقي عنها. وبعد غياب التخطيط العمراني والبنى التحتية وانتشار البسطيات وأطفال الشوارع والمتسولين وكثرة النفايات وانعدام منظومات الصرف الصحي وتدمير منشآتها المدنية والثقافية وسرقة آثارها ونفائسها التاريخية، فأصبحت مدينة متداعية بكل معنى الكلمة. لقد سمح للطارئين بالتجاوز على بغداد والتحرك بحرية في البناء بعيداً عن التخطيط وتخريب ما تبقى من شوارعها وأحيائها، وأصبح الكثير منهم فوق النظام والقانون، فاختفت مظاهر المدينة عنها وتقهقرت أمام عملية التريف والبداوة المتواصلة، واستبدلت هويتها الوطنية العامة بالانتماء العشائري والمناطقي والتعصب الديني والطائفي. ومن مظاهر تريف بغداد أيضاً ظهور تجمعات على شكل أحياء منعزلة يقتصر سكانها على عائلات وعشائر معينة بسبب ضعف الاندماج في المحيط الحضري المتمدن. ومما ساعد على تدهور الحالة المدنية لهذه المدينة العريقة إهمال التصميم الأساسي الذي وضع لها للحفاظ على تمدنها وتطورها بشكل علبي ومخطط سلفا. بموجب قانون التصميم الأساسي لمدينة بغداد رقم 156 لسنة 1971، مما تسبب في التجاوز على المناطق الخضراء واستغلال الشوارع والساحات العامة لأغراض البناء أو لأغراض تجارية، فانتشرت العشوائيات بشكل يشوه جمالية المدينة، وأصبحت بيئة خصبة لنمو وانتشار الأمراض الاجتماعية الخطيرة مثل زيادة معدلات الجريمة وانتشار الفقر والأمراض وانحدار التعليم والثقافة وتقليص مساحة الطرق والاختناق المروري، مع الإصرار على إضعاف قدرة الدولة لتوفير شبكات النقل العام. إنه لشعور محبط ومخيب للآمال ذلك الذي حدث ويحدث لمدينة بغداد، درة العراق وتاج الحضارة والتاريخ. كشفت دراسة جديدة الآثار التي قد تترتب على حرب نووية في العالم، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بشدة وتمحو الكثير من الحياة البحرية في العالم. وأجرى باحثون في جامعة ولاية لويزيانا الأمريكية عمليات محاكاة بالكمبيوتر متعددة لتقييم تأثير النزاعات النووية العالمية والإقليمية على محيطات العالم، ووجدوا أنه في جميع السيناريوهات ستطلق العواصف النارية والدخان في الغلاف الجوي العلوي، مما يحجب الشمس ويخفض درجات الحرارة بمعدل 13 درجة فهرنهايت في الشهر الأول فقط من الحرب النووية بحسب وكالة بولنبيرغ. هذا الوضع سيؤدي إلى انخفاض درجات حرارة المحيطات ويوسع الجليد البحري بأكثر من 6 ملايين ميل مربع
مما يؤدي إلى إغلاق الموانئ الرئيسية بما في ذلك تيانجين الصينية وكوبنهاغن وسان بطرسبرغ. وقال الباحثون أن التغيرات في الجليد البحري في القطب الشمالي ستستمر على الأرجح لآلاف السنين، واصفين الحدث بأنه عصر جليدي صغير نووي. وتأتي الدراسة بعد أن أثير شبح الحرب النووية بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، حيث حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيسان أبريل من وجود خطر جدي بحدوث حرب نووية. وقالت كاتبة الدراسة الرئيسية شيريل هاريسون أنه بغض النظر عمن يقصف المدن، فإن تبعات حرب من هذا النوع قد تكون كارثية لحد غير مسبوق ويؤثر على الجميع في العالم. وفحصت عمليات المحاكاة ما يمكن أن يحدث للأرض إذا أسقطت الولايات المتحدة وروسيا مثلاً 4400 قنبلة بوزن 100 كيلو طن على المدن والمناطق الصناعية، وبشكل منفصل إذا تم تفجير 500 من نفس الحجم في نزاع بين الهند وباكستان. وفي أفضل سيناريو من المرجح أن يستغرق تعافي المحيط بعد هذه النزاعات عقوداً على السطح ومئات السنين في العمق. حذرت صحيفة الجارديان البريطانية من أن الجوع يطارد العالم، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تعهدت قبل 7 سنوات من القضاء على الجوع بحلول عام 2030. ورأت الصحيفة أن جائحة كوفيد ساهمت في زيادة الذين يعانون من نقص الغذاء من 135 مليونا إلى 276 مليون شخص، مؤكدة أن الحرب في أوكرانيا فاقمت هذه الأعداد، وبلغ عدد المتضررين العام الماضي نحو 828 مليون شخص، مع وجود 345 مليونا يعانون نقصا حادا في الأمن الغذائي وفق إحصاءات الأمم المتحدة. أوضحت الغارديان أنه حتى في البلدان الأكثر ثراء، فإن أزمة تكلفة المعيشة تجعل المزيد من الآباء يعانون من الجوع في سبيل إطعام أطفالهم. أما في البلدان منخفضة الدخل حيث ينفق الناس خمسي دخلهم على الغذاء، فإن ارتفاع الأسعار قاتل حقا وفق ما ذكرت الصحيفة. ولفتت إلى أن قمة الدول السبع خصصت مبلغ 4 مليارات و500 مليون دولار لمواجهة أزمة الجوع، لكنها أضافت أنه ليس سوى جزء يسير من قيمة المبلغ الذي قدره الخبراء كحاجة لمواجهة الجوع، وهو 28 مليار و500 مليون دولار. ورأت الغارديان أن هناك حاجة إلى تحول جوهري في السياسات الزراعية العالمية، وأنه يجب على البلدان إعادة توجيه الدعم المحلي نحو الزراعة المستدامة والأغذية المغذية والحد من اعتمادها على الواردات. وقالت الصحيفة إنه على دول أخرى لا سيما الولايات المتحدة جعل استهلاك البشر للحبوب أولوية بدلا من استهلاك الوقود الحيوي. وفوق كل شيء بحسب الغارديان، فإن اتخاذ إجراءات عاجلة قد يكون الوقت قد فات بالفعل لإنقاذ بعض الأرواح، يجب أن نمنع ضياع المزيد. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عده كل من مارك مازيتي ورونين بيرغمان، جاء فيه أن شركة دفاعية كشفت عن دعم الجواسيس الأمريكيين لمحاولتها شراء شركة إسرائيلية صنعت البرنامج التجسسي بيجاسوس والتي وضعتها إدارة بايدن على القائمة السوداء. وكشفت الصحيفة أن فريقا من المتعهدين الأمنيين الأمريكيين زار إسرائيل عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وقام بمهمة جريئة ولكن خطيرة من أجل استحواذ على شركة NSO سيئة السمعة. وقابل فريق الشركة عددا من العقبات في طريقه، بدءا من وضع الولايات المتحدة الشركة الإسرائيلية على القائمة السوداء قبل عدة أشهر من زيارة الوفد. فقد اتهمت الشركة الإسرائيلية باستخدام برنامجها بيجاسوس لاختراق هواتف ناشطين حقوقيين ومؤسسات حكومية وزعماء دول وصحفيين. يمكن لبرنامج بيجاسوس بدون نقر اختراق أي هاتف عن بعد واستخراج المعلومات والبيانات والصور وتحويل جهاز الصوت إلى جاسوس على صاحبه.
وقالت إدارة بايدن في قرارها لحظر شركة NSO في تشرين الثاني نوفمبر إنها عملت ضد المصالح الوطنية أو مصالح السياسية الخارجية للولايات المتحدة، إلا أن 5 أشخاص على معرفة بالمفاوضات قالوا إن فريق L3 هاريس أحضر معه مفاجأة كانت ستدعم عملية توقيع العقد. وكان فحوى الرسالة أن المسؤولين الاستخباراتيين الأمريكيين لديهم اهتمام بالاستحواذ على الشركة الإسرائيلية التي كانت منتجاتها التكنولوجية محل اهتمام للمخابرات وقوى حفظ النظام حول العالم، بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI والوكالة المركزية للاستخبارات CIA. واستمرت المحادثات حتى الشهر الماضي عندما سربت معلومات، بحيث تركت الأطراف المشاركة في وضع تبحث عن طريق للخروج. وشجب البيت الأبيض عندما علم بالمفاوضات أي محاولة لشركات دفاعية أمريكية شراء شركة محظورة، وقال إنها ستلقى معارضة. وبعد أيام من الكشف أعلنت L3 هاريس التي تعتمد على الحكومة الأمريكية في عقودها أنها ألغت خططها لشراء NSO، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين، مع أن عددا من الأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا أن محاولة أجريت لإحياء المفاوضات. يواظب الموظفون في المسجد الحرام بمكة المكرمة على أداء مهامهم بحرص شديد، حيث يقوم المسؤولون عن أعمال التنظيف بأداء واجباتهم عبر نوبات حتى يتمكن الحجاج من أداء الواجب المقدس في بيئة صحية. وفي الوقت نفسه يعمل المسؤولون عن السقاية على تقديم ماء زمزم للحجاج على مدار اليوم، فيما يساعد موظفو الأمن الحجاج في أمور عديدة. والكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.